مرحبا واهلا وسهلا فيكم الى موقع الانترنت فنجان دوت كوم. احنا موجودين في شمال المنطقه الشماليه لهضبه الجولان، واحنا ننظر الى محل خس، وهذه تله معروفه باسم تله عسنيه، وطبعا بتقدروا بتشوفوا تواحين الريح اللي موجوده على فوقيه هذه التله. فهذه المحطات والتواحين تستهدف صناعة الكهرباء، وذلك فعلا شبه من التاكة البديلة. فهذه التواحين تستغل الريح لصناعة الكهرباء، ويعني اليوم عم بتوفر أهل المنطقة، أهل هضبة الجولان، استهلاك الكهرباء. فهنا أفي من تلة عسنية هضبة الجولان فنجان دوت كوم. إلى اللقاء.